أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة وَالنَّاسُ على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وهذا الباب يتضمن النص الصريح على امامته او على علمه او على فضائله التي تلازم امامته. الحديث الرابع من احاديث هذا الباب عن ابي عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله في مرضه الذي توفي فيه: ادعوا لي خليلي. فأرسلتا إلى أبويهما فلما نظر إليها إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله أعرض عنهما ثم قال أدعوا لي خليلي فأرسل إلى علي عليه السلام فلما نظر إليه أكب عليه يحدثه فلما خرج لقياه فقال له ما حدثك خليلك قال حدثني ألف باب يفتح يفتح كل باب الف باب. هذا الحديث بألفاظ قريبة أيضا روته العامة. مثلا في تاريخ دمشق أيضا روى شطرا من هذا الحديث. وهو أن رسول الله صلى الله عليه واله في مرض موته، المرض الذي توفي فيه. كان طريح الفراش. فقال: ادعوا لي خليلي. ما صرح بالاسم لبيان فضيلة من فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الخليل الصديق الذي يكون الحب بالنسبة إليه شديدا حتى تخلل حبه قلب الإنسان مثلا الله سبحانه وتعالى حول إبراهيم يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني أحبه كحب الخليل لخليله هنا الرسول صلى الله عليه وآله قال أدعو لي خليلي فعائشه زوجة الرسول وحفصه زوجة الرسول ارسلتا الى ابويهما عائشه ارسلت الى ابي بكر وحفصه ارسلت الى عمر فلما جاء اعرض رسول الله صلى الله عليه واله عنهما بمعنى انه ما ارادهما بعض الحاضرين يعلمون ان خليل رسول الله صلى الله عليه واله هو علي بن ابي طالب فارسلوا اليه فجاء امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فاكب عليه رسول الله، اكب عليه يعني اقبل اليه ولزمه كانه عانقه مثلا وتحدث معه بشيء فلما خرج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لقيه أبو بكر وعمر وقال له ما حدثك فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حدثني ألف باب يفتح كل باب ألف باب زين في هذا الحديث بشكل مختصر أولاً بيان ان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هو خليل الرسول. ورسول الله صلى الله عليه واله بهذه الطريقه اراد ان ينتشر الخبر. يتبين ان عليا عليه السلام هو الخليل. وليس الخليل غيره هذا اولا. وثانيا اراد ان يلفت الانتباه لانه لو من الاول كان يقول ارسلوا لي عليا او ادعوا لي عليا عليه السلام زين واحد كان يروح ويطلب امير المؤمنين والقضيه ما كانت تنتشر لكن بهذه الطريقه اثار السؤال في الناس زين ابو بكر وعمر خرجا لكن انتظرا لكي يريا ماذا يحدث رسول الله رسول الله امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام. وامير المؤمنين قال لهما وايضا لغيرهما من اثار انتباهه هذه القضيه ان رسول الله صلى الله عليه واله في بضع دقائق بتعليم من الله سبحانه وتعالى وبطريقه إعجازية علمه مليون باب من العلم. زين يمكن واحد يجي يسأل كيف يمكن ذلك؟ الجواب لا مورد لهذا السؤال، لأن القضية كانت بطريقة إعجازية وليست بطريقة طبيعية. إذا بطريقة طبيعية مليون باب من العلم يحتاج لسنوات طوال ان المعلم يعلم تلميذه، لكن هي طريقه اعجازيه، لان الله سبحانه وتعالى حينما اختار للنبوه رسول الله محمدا جعله افضل اهل الارض. لأنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يكون المفضول إماماً على الفاضل، وبعد رسول الله صلى الله عليه واله أراد لعلي عليه الصلاة والسلام أن يكون خليفة للرسول وإماماً على هذه الأمة. فيلزم ان يكون اعلم هذه الامه في كل شيء سواء الذين كانوا في زمن الرسول او الذين ياتون من بعده لئلا يقول يقول احد بانه اعلم من علي عليه الصلاه والسلام في مساله من المسائل والله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا هيئ مقدماته وأيضا إذا أراد شيئا له القدرة في أن يقول له كن فيكون أراد لعلي عليه السلام أن يكون إماما وخليفة والله حكيم وحكمته تقتضي أن يكون عليا أفضل من غيره ومن أفضل ومن وسائل التفاضل العلم كما تلونا هذه الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حديث آخر أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه واله صحيفة صغيرة فقلت الراوي وهو أبو بصير فقلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء كان في تلك الصحيفة قال هي الاحرف التي يفتح كل حرف الف حرف. هذا الحديث ايضا بمضمونه ورد في احاديث العامه ايضا. وحاصل هذا الحديث ان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه واله وهذا السيف وصل الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لان رسول الله صلى الله عليه واله قبل رحيله اهدى مجموعه من الامور لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ومن جملتها هذا السيف والحديث مفصل سياتي ان شاء الله تعالى هذا السيف كانت له ذؤابه هي اصل الذؤابه شعر المراه الطويل له ذؤابه هذا السيف في مقبضه مكان قبضه كان هناك مثلا خيط او شيء يشبه الخيط قد علق عليه صحيفه حسب تعبيرنا اليوم مثلا كيس فيه ورقة. أبو بصير يسأل ما في هذه الورقة؟ لأن هذه ورقة مهمة لذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه واله في ذؤابة سيفه. الإمام يقول الأحرف الألف التي من كل حرف يفتح ألف حرف. زين هذه الحروف شنو هي؟ لعلها رموز. الآن احنا في هذا العصر فهم أمثال هذه الأحاديث يكون عندنا أسهل. ليش؟ لأنه اكو بعض الأمور المادية تقرب هذا المعنى إلى الذهن. الآن أنت تشوف جهاز كمبيوتر. هذا الجهاز فيه هارد في هذا الهارد عشرات الألوف وأحيانا مئات الألوف وأحيانا ملايين الكتب، تريد تدخل في الكمبيوتر يقول لك الرقم السري يحتاج أن أنت تطبع الرقم السري فإذا أدخلت الرقم السري تدخل الى ملايين من الكتب وقد يكون هذه الحافظه لهذا الكمبيوتر الحاسوب صغيره لكن يحتاج رمز اللي عنده هذا الرمز يدخل هذا مثال مادي لتقريب الفكره احيانا الامثله الماديه تقرب المطالب المعنويه وايضا الغيبيه الى الاذهان أحيانا تعلمت على الأمور المادية فقد تستنكر بعض الأمور الغيبية، لكن إذا ذكرنا مثال مادي هذا المثال المادي يقرب الفكرة إلى الذهن، والله سبحانه وتعالى استعمل هذا الأسلوب في القرآن كثيرا، أو ما يعبر عنه في بعض العلوم تشبيه المعقول بالمحسوس فهذه الكلمات التي كانت في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه واله كالرموز هذه تفتح كل واحدة منها ألف باب من العلم، زين هنا يمكن واحد يسأل شنو هذه العلوم؟ أبو بصير سأل هذا السؤال عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فالإمام أجابه بماذا؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: فما خرج منها حرفان حتى الساعة. ألف حرف يفتح من كل حرف، ألف حرف، يعني مليون حرف. الإمام الصادق يقول حتى هذه الساعة. هسه في اي وقت كان لا نعلم بس القدر التقريبي، الزمان التقريبي هو في القرن الثاني الهجري، لان استشهاد الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كان في سنه 149 للهجره، يعني في القرن الثاني الهجري. الامام الصادق يقول من هذه المليون حرف من هذا المليون حرف ما خرج الا حرفان فقط. حس يمكن واحد يسال سؤال كيف العلوم الكثيره التي خرجت من امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام والامام الحسن والامام الحسين والامام زين العابدين والامام الباقر والامام الصادق عليه الصلاه والسلام هذه حرفان من المليون حرف؟ الجواب نعم. لان العلم لا نهايه له الان انت تشوف ايش التطور العلمي اللي حصل مليارات الكتب وملايين العلماء وكل يوم هذا العلم يزداد ولا زال العلماء يقولون ان هذا العلم مقابل مجهولاتنا كقطره في البحر لنجهل جهلا لا يقاس بعلمنا. الله سبحانه وتعالى يقول: "ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، معلومات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها". والله سبحانه وتعالى شاء أن نحيط على بعض تلك المعلومات. فلذلك واحد لا يستغرب أن هذه العلوم التي خرجت واحد بالمليون اثنين بالمليون مثلا هسه السؤال الثاني ما فائدة تعليم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه العلوم ما فائدة تعليم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله بهذه العلوم وبعد ذلك انتقلت من الرسول إلى أمير المؤمنين ومنه إلى سائر أئمة المعصومين شو الفائدة؟ الجواب أولا لا تنحصر فائدة العلم في التعليم بل العلم كمال سواء استفاد منه الناس أو لم يستفد منه الناس أن يعني أفرض مثلا شخص سجين في زنزانة انفرادية وهذا يعلم بانه الى حين وفاته لا يلتقي باحد ولا يلتقي به احد وعند مجموعه من الكتب موجوده زين نقول شنو الفائده في ان يطالع هذه الكتب هذا ما راح يلتقي باحد ولا راح احد يلتقي به شنو الفائده يطالع هذه الكتب ويحصل معلومات هل نقول ذلك كلا أن يكون الإنسان عالما حتى إذا ما حد استفاد من علمه هذا كمال لا ينحصر لا تنحصر فائدة العلم في التعليم نعم الإنسان إذا يقدر يعلم هذا أمر آخر وقد يكون واجبا ولازما لكن هذه ليست الفائدة الوحيدة في تحصيل العلم بحيث أنه إذا محد استفاد من علمه هذا مو لازم يحصل العلم هذا أولا ثانيا إن في ذلك إظهارا لعظمة الله سبحانه وتعالى بأن خلق خلقا كهذا الخلق الآن علم الفلك إذا تقيسه بالعلم الفلك سابقاً الفرق بين السماء والأرض. الفلك سابقا كان ينحصر بما يرونه من نجوم وكواكب مثلا. لكن الآن بفضل التطور العلمي والتقني اكتشفوا المجرات واكتشفوا يعني جانب وسيع من هذا العالم. المنظومه الشمسيه نقطه صغيره في مجره درب التبانه وهذه المجره فيها مليارات من النجوم احدى نجومها الشمس هذه المجره اللي احنا فيها هي جزء من مليارات من المجرات وكل مجموعة من المجرات مليارات من المجرات يشكلون عنقودا في هذا العالم زين إذا واحد يجي يسأل الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقاته في الكرة الأرضية الأنس والجن والحيوانات مثلا سائر النجوم والكواكب لا يسكنها احد لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى لعل هناك حكمه لا نعلم بها لكن من ذلك بيان عظمه الله سبحانه وتعالى ان يعني احنا الان عندما نعلم بهذه الامور انما يخشى الله من عباده العلماء عظمه الله تتجلى لنا، يعني جزء من عظمة الله، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. وكلما العلم اكتشف أكثر علمنا بعظمة الله سبحانه وتعالى يصير أعمق. والله سبحانه وتعالى ما متضرر شيء، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، أن يخلق ذرة أو يخلق مجرة، بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سيان. فان نعلم بان الله سبحانه وتعالى خلق محمدا صلى الله عليه واله وعليا عليه السلام والائمه والانبياء هذا خلق عظيم بحيث ان رسول الله يعلم الف باب من العلم من كل باب يفتح الف باب يعني مليون باب وعلوم البشر مثلا جزئيا من هذا المليون هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا ثانيا. وثالثا هذا العلم ينتقل من إمام إلى إمام. وكثير من هذا العلم سيظهره الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني أيضا جزء من هذا العلم صحيح في زمان الإمام الصادق لعدم قابلية الناس لم يظهر من هذا العلم الا حرفان لكن هذا العلم ينتقل وسيظهر اجزاء اخرى منها وسيظهر وستظهر اجزاء اخرى منه حين ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ورابعا لعل جزءا من هذا العلم لا يرتبط بالبشر أو لعل أكثر هذا العلم لا يرتبط بالبشر. يعني الرسول صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام مو فقط مهمتهم تجاه البشر. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الولاية التكوينية. الولاية التكوينية يعني تدبير أمور الكون بإذن الله كما أن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة يدبرون أمور الكون فقال المدبرات أمرا يعني الله يأمرهم فيدبرون حسب إرادة الله سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى جعل للرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام الولاية التكوينية والتدبير وهذا يحتاج إلى علم كثير جدا يعني الان انت تشوف القوانين الطبيعية الموجودة في الكون، هذه قوانين كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، والبشر اكتشف جانبا ضئيلا منها. هذه القوانين الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفذها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. زين يعني الله سبحانه وتعالى كيف يمسكها؟ بقدرته، لكن شاء أن يكون ذلك بأسباب طبيعية ظاهرية، وإلا الواقع الله سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات والأرض زين عبر الملائكة عبر الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الملائكة كذلك الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام كذلك هذا جزء من علومهم التي لا ترتبط بالبشر ترتبط بجوانب أخرى ولعل جزء منها يرتبط بتعليم الملائكة الله سبحانه وتعالى علم آدم ثم سأل الملائكة لم يكونوا يعلمون قال يا أدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم إلى أخر الأية الشريفة يعني آدم عليه السلام كان يعلم شيئا لم تعلمه الملائكة ثم علم الملائكة زين الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وكل ملك له مهمة لأن الله لا يخلق عبثا يعني يعلمون الملائكة هذه علوم لا ترتبط بالبشر ولا يبينوها للبشر لأن لا ترتبط بهم أصلا وليست لهم القابلية لفهمها واستيعابها. اكو في حديث ان حبيب ابن مظاهر رضوان الله تعالى عليه سأل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا في الحديث في علل الشرايين موجود. أنه قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى العالم أنتم ما كانت مهمتكم مضمون الحديث شنو المهمة اللي كانت عندكم قال الإمام عليه الصلاة والسلام كنا أشباه نور أو أشباح نور حول العرش نعلم الملائكة التهليل والتسبيح يعني الإمام بيّن هذا الجانب الواسطة ل تعليم الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى التهليل والتسبيح العبادة يعني لأن عبادة الملائكة منها التسبيح والتهليل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فأيضا قسم منه يرتبط بتعليم الملائكة وأيضا الله سبحانه وتعالى أراد لكن ليس بالجبر. أراد للناس السعادة والإيمان ولا يرضى لعباده الكفر. هذه إرادة تشريعية، يعني الله ما أجبرهم على ذلك. لذا الله سبحانه وتعالى عندما يريد إسعاد الناس يهيئ لذلك الطريق. الطريق شنو هو؟ نصب أنبياء وأئمة وتعليم هؤلاء ما يسعد الناس. زين هس اذا الناس ما استفادوا اقصوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام والائمه وحاربوهم وقتلوهم واغلقوا ابوابهم. اذا الناس ما استفادوا فهذه المشكله في الناس وليست المشكله في الله ان الله سبحانه وتعالى لماذا علم الأئمة هذه العلوم عن طريق رسول الله صلى الله عليه واله. الله من لطفه على الناس أراد سعادتهم وأراد تعليمهم هذه العلوم فجعل الواسطة لذلك والوسيلة لذلك، لكن الناس إذا رفضوا فهذه المشكلة في الناس، وليست المشكلة في إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا مثل افرض مثلا دوله وظيفتها ان تفتح المدارس في المناطق النائيه لتعليم الاطفال زين اذا دوله اجت فتحت مدرسه في قريه من القرى والناس لم يقبلوا عليها على هذه المدرسه واحد اثنين ارسل اولاده اولادهم البقيه ما ارسلوا هنا نقول ليش الحكومة فتحت المدرسة وليش أرسلت المعلم؟ لا، نقول الحكومة عملت بما كان يجب عليها أن تعمل، المشكلة في الناس في جهلهم. الله سبحانه وتعالى لطفه على العباد أن أرسل الأنبياء، ومن بعدهم الأوصياء. هسه الناس إذا رفضوا الأنبياء، المشكلة في الناس. وليست المشكلة في إرادة الرب سبحانه وتعالى. هذه العلوم لا أقل قسم منها كان سيظهر لو أن الناس لم يزيحوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام من مراتبهم التي رتبهم الله عليها، لكن الناس جاؤوا وأزاحوا ما استفادوا من هذا العلم، هذا مو معنى أن إعطاء هذا العلم للأئمة يكون مثلاً عبث، لا كلا والعياذ بالله، فإذاً هذا العلم مليون باب من العلم إلى زمان الإمام الصادق لم يفتح منه إلا بابان نشوف أنه في زمان الإمام الصادق وقبل الإمام الباقر شوية الظروف السياسية سمحت باعتبار انشغال بني أمية وبن العباس بالحروب نرى أنه الكم الهائل من العلوم التي ظهرت على يد الإمام الباقر والامام الصادق عليه الصلاه والسلام وهذا جزئيا من مليون جزء اذا كانت الظروف تسمح لجميع الائمه كم كان يظهر من العلوم الله العالم نسال الله سبحانه وتعالى يعجل في فرج مولانا صاحب الزمان وان يجعلنا من انصاره واعوانه ليعم الارض العدل والقسط ولتظهر بعضاً من هذه العلوم التي شاء الله أن تظهر في ذلك الوقت، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.